سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ اش كتعاودوا؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. البنات دخلوا القناه ديالي، ديروا تعليقات، ديروا لي لايك، وشكرا للبنات كاملين. البنات اليوم جيت نجرب معكم هذا العصير، جربته البارح وعجبني وبغيت نشاركه معكم. فيه 4 البنانات، فيه 3 ديال التفاحات، وفيه 2 ديال الخوخات، و سنيده على حسب الذوق. وزدت معاها انا كيما شفتوا البنات هذا الفلور تاع البنان، زدتو معاه جا زوين. والفرو ديال الحليب، قشروا التفاح ونقطعوا الخوخ البنان ونديروه في الخلاط الكهربائي كما كتشوفوا البنات. هذا الحليب انا غنديرو دابا، غنقشر التفاح نولي معكم. البنات العصير ديالنا واجد، بعد ما طحنته كبيته في الكاس، هو كيجي خاطر وزوين. شوفوا البنات شحال زوين، والمذاق ديالو رائع، كيعطي كمية كثيرة. شوفوا البنات فيه 3 ديال التفاحات وجوج خوخات وأربعة ديال البنانات، كدير معاه فلو ديال البنان، 3 المعالق ديال السنيده، طبق طحين، ويطرو ديال الحليب، كيجي زوين البنات. بصحتكم وراحتكم.